هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي التجاري، كلنا واحد. أهلا بكم إلى إرشاد وإلى فهم أوسع للتعاملات المصرفية. مع إرشاد، علاقتك بمصرفك على نور. وموضوع الحلقة الشيكات المرتجعة. فعلا نحن البشر نقيد أنفسنا بالمشاكل؟ وهل نحن من ننجر وبإرادتنا إلى شرك الاستدانة، مع أننا نعلم أن الاقتراض والاستدانة شر إذا لم نتحصن بشيء يسندنا وقت المطالبة؟ في السعودية الأمر يعتبر جريمة في أن يقوم شخص بإصدار الشيك بدون رصيد، مع معرفته بعدم وجود رصيد يغطي قيمة استدانته، حتى أن الجهات المسؤولة تتعامل مع الأمر بجدية فائقة حتى لا يتحول الشيك إلى مجرد قطعة من الورق لا يتحمل صاحبها مسؤولية باتجاه إصدارها. حررته فقيدني، عبارة نقرأها في كل مكان في شوارع المملكة العربية السعودية، وهي جزء من حملة أطلقتها وزارة التجارة بغرض توعية عامة الأفراد بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي أفقدت الثقة في الشيك بشكل كبير، والذي انعكس بدوره على مصداقية المتعاملين في السوق وعلى الحركة التجارية في المملكة بشكل عام. في نوع من الربط في السيستمز بين البنوك ومؤسسة النقد، بحيث أنه يتم التخفيف من هذه الشيكات المرتجعة، وكمان الأفراد صاروا مثلا يطلبوا يعني أول شيء إيداع المبلغ في الحساب قبل أن، وليس الشيك يعني في بعض المحلات أو بعض البزنس ما يقبل الشيكات لأنه من سبب الشيكات المرتجعة. وبحسب القوانين النافذة داخل السعودية، فإن إصدار شيك بدون رصيد بسوء نية أو عدم وجود رصيد كاف وغيرها من الأفعال جريمة يعاقب عليها نظام الأوراق التجارية، حيث نصت المادة 118 من هذا النظام على وجوب توقيف مصدر الشيك، وجاء هذا بسبب الزيادة الكبيرة لعدد الشيكات المرتجعة، والذي بلغ في عام 2009 160 ألف شيك بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال. احنا من اكثر الدول اساءة في استخدام الشيكات. الان هذا التراجع لا يعتبر انجاز، لكن هذا يعتبر تصحيح الوضع خاطئ. وضع خاطئ من زمان، الان تصحيح وضع، ولم نصل للتصحيح الكامل، ولكن تصحيح جزئي يعتبر. ولعبت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سما دورا بارزا في دعم جهود الحكومة السعودية الرامية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة، بتوليها مسؤولية إدخال معلومات مصدري الشيكات دون رصيد في سجلاتهم الائتمانية، ما شكل عامل ضغط نفسي ومعنوي مؤثر بشكل كبير في التاريخ الائتماني لمحرري الشيكات دون رصيد، يضطرهم آجلا أم عاجلا إلى تصحيح أوضاعهم وعدم التورط مرة أخرى في تحرير شيكات دون رصيد. إذن يبدو أن الأمر جدي للغاية، شيك بدون رصيد يعني تذكرة مفتوحة إلى أبواب السجن. العقوبات في حالة الشيكات أتت أكلها. عقوبات مجلس الوزراء ساعدت في تخفيض نسبة الشيكات المرتجعة بأكثر من 50% في الربع الأول من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الأسبق، ويبدو أن التعامل مع الأمر بدأ يأخذ أشكالا عدة، بدءا من سما الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية التي تدخل معلومات مصدري الشيكات، ووصولا إلى حد التشهير بالصحف باسم من يقوم بانتهاكات لهذا الأمر. هل عادت الهيبة القانونية والمالية للشيك كورقة تجارية وأداة للوفاء؟ هذا التساؤل طرحه أكثر من خبير ومتخصص في الصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية بعد الإجراءات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مطلع 2010 بحق محرري الشيكات دون رصيد. وللإجابة عن هذا التساؤل نقرأ الأرقام التي نشرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سما.
هذه الأرقام تقول إن إحصاءات الربع الأول من العام 2012 تشير إلى انخفاض بنسبة 54% بالنسبة للشيكات المرتجعة مقارنة بنفس الفترة من 2011. وبلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 10,575 شيكا، في حين كان في الربع الأول من العام 2011 23,212 شيكا. أما من ناحية القيمة فقد تراجعت بشكل كبير وسجلت في الربع الأول من العام 2012 1,470,000,000 ريال مقارنة ب2,490,000,000 ريال بنهاية الربع الأول من العام 2011، وبلغت نسبة التراجع 57%. ومؤخرا أقدمت وزارة التجارة والصناعة في السعودية على التشهير في إحدى الصحف المحلية بجريمة مواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه مبلغ 25,000 ريال وحبسه لمدة 4 أشهر من تاريخ إيقافه. 4 أشهر من السجن من أجل 25,000 ريال، هل فعلا الأمر يستحق؟ سؤالكم وصلنا، والسؤال هو من زياد الثميري من الشرقية. السؤال هو: ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى إرجاع الشيك؟ نقلنا هذا السؤال إضافة لأسئلة أخرى إلى الدكتور أسامة الفلالي الخبير الاقتصادي. الشيك يرجع إذا كان لا يوجد رصيد في الحساب. ثاني شيء التوقيع مختلف. ثالث شيء تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الشيك. الشيك له تاريخ معين، له فترة صلاحية، الفترة هذه تقريبا 6 شهور. إذا قدم الشيك بعد 6 شهور حتى لو في رصيد والتوقيع سليم لا يصرف. هل هناك علاقة بين تراجع استخدام الشيكات والتعاملات الإلكترونية؟ بلا شك العمليات المصرفية الإلكترونية أصبحت مفضلة لدى كثير من المتعاملين. يا أخي حول لي هذا رقم حسابي في البنك الفلاني، حول لي عن طريق حسابك بالطريقة الإلكترونية. الآن الدخول إلى الإنترنت على البنوك هي أسهل عملية لكثير من المتعاملين. لا أرى ضرورة بالتشهير بصاحب الشيك المرتجع، لماذا يتم إحراجه؟ أنا رأيي أنه لابد من التشهير، لكن ليس من أول مرة. يعني مثلا يعطى فرصة مرة واثنين وثلاثة، بعد ذلك لابد أن يشهر به، لأن هذه أسلوب من أساليب العقاب ولها تأثير إيجابي. يعني من يشهر به يراجع نفسه 1,000 مرة قبل أن يحرر الشيك بعد ذلك تجنبا للتشهير. وهناك تساؤل: حررت شيك بمبلغ 5,000 ريال وعند الاستحقاق كان رصيدي 4,800 ريال، لماذا لم يخبرني البنك؟ ليس من المفروض أن يخبرك البنك، لأن البنك يقدم تقارير شهرية للمتعاملين أصحاب الحسابات، يرسل لكل صاحب حساب شهريا statement، تقرير عن رصيده وعملياته خلال الشهر الماضي وبقية الرصيد الباقي في البنك كذا. والآن عن طريق الدخول للإنترنت يستطيع المتعامل مع البنك أن يعرف رصيده كم على مدى 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، فليس لدي حجة أن يقول ليس لدي رصيد. في أي لحظة يدخل على الحساب يعرف رصيده كم. وبناء على ذلك يجب أن لا يصدر أو يصدر أي شيك أقل من رصيده في البنك. متى يمكن اعتبار الشيك باطل؟ يعتبر الشيك باطل إذا كان الرصيد غير موجود، التوقيع مخالف، التاريخ 6 شهور مرت على تاريخ الشيك، أو أنه تعرض إلى عملية الماء جاء عليه، حريق، تغير في التوقيع، نسيان التاريخ التحرير، لخبطة في الشيك، لخبطة في التوقيع، تعديل الرقم، هذا كله يؤدي إلى أن الشيك غير سليم. هل يمكن اعتبار الشيك أداة وفاء بالدين؟ أنا لا أنصح بكتابة الشيك. أولا نحن مسلمين، وكما جاء في القرآن الكريم قال تعالى: فإذا تدينتم بدين فاكتبوه. فهي كتابة الدين على ورق يطلق عليه وصل أمان، يكتب عليه قرض حسن،
وصاحب هذا المقرض أو المقترض يكتب ورقة أن قد اقترضت من فلان الفلان مبلغ وقدره كذا ويوقع، وإذا كان هناك شهيدين عدل شهود عدول يوقعوا على هذه الورقة. هذه الورقة تعتمد من قبل القضاء. ما الحل إذا تعرض الشيك للتلف؟ إذا تعرض الشيك إلى التلف أراجع الذي أصدر هذا الشيك وأخبره بالحقيقة أن حصلت ظروف والشيك تلف، هذا الشيك التالف، وأرجع إعطائي شيك بدلا منه. مضى 3 أشهر على موعد استحقاق الشيك ولم أراجع البنك، هل لازلت أستطيع صرفه؟ طالما أنها مدة أقل من المدة المتعارف عليها أنها 6 شهور فلا توجد أي مشكلة في هذا الأمر. حساب أحد أصدقائي محجوز، هل له أن يحرر شيك؟ لابد أن يراجع البنك في هذه الحالة. إذا كان محجوز عليه على حسابه في حجز أتصور أنه لا يستطيع أن يحرر أي شيك بعد ذلك، إذا حرر لن يصرف. توفي والدي بعد تحرير الشيك، هل تسقط المطالبة؟ الحقوق لا تسقط، يعني في الشريعة الإسلامية الحقوق لا تسقط بالوفاة، ولكن إذا تحرر الشيك قبل الوفاة وذهب الشخص قبل أن يعلم بالوفاة سوف يصرف له الشيك. أما إذا تأخر في صرف الشيك ربما وعلم البنك أن هذا الشخص قد انتقل إلى رحمة الله ربما تتأخر عملية إجراءات صرف الشيك. ما هي الأشياء التي يجب أن أضعها في اعتباري قبل كتابة الشيك؟ أولا يكون لديك رصيد، وأن التوقيع يكون مطابق، والرقم المكتوب للمبلغ يكون سليم لا يحدث عليه أي تعديل، وتاريخ تحرير الشيك. الآن كمان أضيف إليه مدينة تحرير الشيك، في مدينة كذا، في مدينة جدة، مدينة الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المدينة التي تم تحرير الشيك فيها. ما الفرق بين الشيك والكمبيالة؟ الشيك واجب السداد في وقته، الكمبيالة هي أداة دفع ولكن بعد تاريخ معين، يعني بعد شهر بعد سنة لك الحق أن تذهب إلى البنك لكي تحصل هذا الشيك هذه الكمبيالة أو تخصم هذه الكمبيالة. نصيحة إرشاد، تذكر أنه ليس هناك أي رسوم مالية على موظف القطاع الحكومي جراء استخدامه لخدمة تحويل الرواتب عبر نظام سريع عبر الجهة الحكومية التي يعمل بها. إرشاد جديد الأسبوع القادم، إلى اللقاء.